السلام عليكم، انا شكري وهعمل معاكم النهارده شوكليت موس. هنعمله تورته وهنعمله كاسات زي ما انتم شايفين. شكله قدامكم شكله جميل، والمروه بتاعه بيلمع، وعاملينه في كاسات برضو عليه شوكولاته مبشوره. وهنبدا على بركه الله نعمل الشوكليت موس. المقادير هتلاقوها في صندوق الوصف. دول الخمس بيضات الاصفر اللي احنا خدنا منهم الابيض بتاعه عملنا بيه البودنج العسل ده الاصفر بتاعه. هنخش على النار على طول، هنحط المية على النار. عندنا 140 مية، وعندنا 15 جرام جيلاتينة، وعندنا 40 جرام لبن بودرة. وهنقلب كويس على النار لحد ما المكونات دي تدوب في المية. نقلب كويس، لازم تضيف المية، لازم تضيف اللبن. وبعدين عندنا 200 جرام شوكولاتة مكسرين حطيناهم، وبرضه احنا على النار لحد دلوقتي، وبنقلب في الخليط لحد ما الشوكولاتة هتسيح خالص في اللبن. وصفار البيض هنحطه وهنقلب. صفار البيض طبعا هيستوي لان الشوكولاته سخنه اللي هو نازل عليها ديت، وهيفضل عليها شويه كمان فهيستوي تماما صفار البيض. وطبعا بنحط فانيليا في اي حاجه بنعملها. هنقلب. وعندنا عسل جلوكوز، عندنا 20 جرام هنحطهم في الاخر خالص، ونقلب الخليط ونسيبه بعد كده لحد ما الجلوكوز يدوب فيه. اهوت بدأ يتقل بعد ما حطينا الجلوكوز، اهوت بدأ يتقل ويلمع تمام. هنسيبه يبرد. وعندنا الكريم شانتيه المضروب 400 جرام، وعندنا خلطة الشوكولاتة اللي احنا عملناها على النار بعد ما بردت. هنحط الجناش ده على الكريمة وهنقلبه كويس. كريمة ما تبقاش طالعة من التلاجة، ما تبقاش ساقعة عشان فيها الشوكولاتة فيها الجيلاتين هتقوم ماسكة مخرزة منك على طول. فالكريمة تبقى بحرارة الجو يعني. وهنقلب كويس لحد ما يختلط الخليط بتاعنا. ما شاء الله على كمية كبيرة. نقلب. اذا كنت بتستخدمي نوع شوكولاته من الانواع المصري فحط لها 30 جرام كاكاو معاها كمان، لان الانواع المصري ما بتديش لون بني، بتدي لون فاتح. انا عندي هنا حاطط سبونج حطيته في نص الفورمه بالظبط، انا قاصد ان هو يبقى صغير عشان المقطع اهوت. لو ما عندكش سبونج بتعبي عادي خالص، بتملي الفورمه على الاخر وتدخليها التلاجه. انا حطيت رأي سبونج ابيض اهوت كان عندي، وغطيته بالشوكولات موس وهدخله التلاجة بس يجمد سنة. بس جمد اهوت، احط واحدة بني تانية في الوسط بالظبط وتكة صغيرة بايدك، وهنحط الشوكولات موس. نوع بسيط خالص وسهل خالص وطريقته جديدة. حطينا الشوكولات موس ونوزع الخليط نملى بيه الفورمة اهو، نوزع بالراحة كده تمام. وهندخله برضو التلاجة، مش يجمد اللي هو، بس يعمل وش يعني اهوت. وهحط اخر ده عندي. انا ممكن احط ارضية بسكوت من تحت خالص وعبي، ممكن احطه من غير بسكوت ومن غير سبونج وعبي زي ما انت تحبي. بس انا بوريك الشكل يعني، انا مش اللي انا بقوله لازم يعني يتعمل يعني. وبزود الشوكولات موس اللي عندي، بملى بيه الفورمه بتاعتي للاخر عشان عايزها تبقى عاليه، شكلها تبقى عاليه كده، شكلها بيبقى كويس. بسوي بالراحه بالمعلقه، بسوي بالمعلقة
وش التورتاية، والسكينة في الآخر خالص بلم الوش الزيادة اهيت قدامي، هدخلها بقى التلاجة دي لازم تمسك كويس، وأجيب كاس، عندي كاس هنعمل الكاسات بقى بتاعت الشوكولاتة موس، عندي بسكوت بودر، بسكوت مكسر وناعم حطيته في أرضية الكاس اهو زي ما انتوا شايفين، وبعلي الجدار بتاع الكوباية وبفضي النص بتاع الكاس وهعبي الشوكولاتة موس اللي عندي. ده شكل من الأشكال تقديم الشوكولاتة موس، وإن شاء الله هبعمل لكم الجاتو بتاعه اهوت معبي بالراحة، بيبقى واخد هوا في التعبية، فأنا بفرغ الهوا ده عشان ما تبقاش في فاقعة على الوش كده في الكاس. سويته خالص اهوت، وعملت له شكل جمالي بسيط خالص اهوت، دواير بالتسبيك بتاع السنان، وادخله التلاجة يجمد برضو. تمام، جمدت التورتاية، حطيت عليها الجناش وهسيبها. التورتاية ارضيتها فيها قاعدة كرتون مش محطوطة كده، حطيت عليها الجناش وهسيبها تصفى خالص. تصفي الجناش بتاعها خالص، ايوه صفت خلاص، نقلتها على طبق بتاعها، وهحط لها الديكور بتاعها شوية شوكولاتة، اعملهم زي شكل حلزوني كده، نمسح الشوكولاتة وبنفردها على كيس بلاستيك وتتقطع شرايط وتتلف على اي اسطوانة عندك، بتدي الشكل ده، وبرص الشوكولاتة بالراحة خالص. ما شاء الله طلع شكلها كويس والمروة بيلمع، ولحد دلوقتي التورتاية لسه ما بنتش. التورتاية مش هتبان لما في حاجة هنعملها فيها دلوقتي، هتبين شكل التورتاية، لأن انت بترص شوكولاتة بني على شوكولاتة بني، فالشكل بتاعها مش ظاهر. انا عشان اعملها فعارف شكلها، يعني انت لسه بتتفرجي فمش باين قدامك لسه الملامح بتاعت التورتاية. برص الشوكولاتة بتاعتي بالراحة خالص على شكل مروحة كده ملمومة في جنب ومفتوحة من الجنب التاني اهوت، خلاص خلصنا الشوكولاتة بتاعتنا اهيت، لسه برضو مش باينة بالنسبة لك. عندي جيلي تلميع شفاف، هحط نقط خفيفة على الطروف كده بتدي زي كأنية مية، نقط مية عليها، انا بديكي افكار وانت نفذي اللي انت حباه او المتواجد عندك في البيت او اللي انت ممكن تعمليه. ممكن مكان ما انا بشتغل كده فراولتين وخلاص الموضوع على كده، ممكن اي حتة فاكهة وخلاص على كده، ممكن وردية وخلاص على كده، في افكار كتيرة ممكن تنفذيها. هي التورتاية هبدأ ارش عليها سكر بودرة، وده اللي هيظهر التورتاية وهيدي لها شياكة في شكلها. سكر بودرة عادي خالص برش عليها اهوت، بدأت التورتاية تبان اهي، شكلها بان وشكل المروحة اللي انا عاملها بانت. جبنا الكاس بتاعنا اللي احنا كنا عبيناه، بشط له شوية شوكولاتة خشنين كده ورق، وهحط شوية على الوش عليه، وهديله برضو رشة سكر بودرة وتمام كده. شوكولاتة موس، عندك تورتاية وعندك كاسات، شوف انت عايزة تعملي ايه او ايه، وان شاء الله اعمل لكم الجاتو بتاعه. اذا عجبكم الفيديو اشتركوا في القناة واعملوا للفيديو لايك وشير،
وإن شاء الله أشوفكم في فيديو جاي بإذن الله.